وعلى هامش معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية والاتحاد للماء والكهرباء عن مشروع مشترك لإطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية. وتهدف الشركة الوليدة التي تعد أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني مملوكة بالكامل لحكومة الدولة، تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات. المشروع اللي أطلقناه اليوم المستهدف منه هو تقليل الانبعاثات في قطاع النقل. من فترة نحن وبشكل مستمر نحن نتعاون مع القطاع الخاص على أساس أن نشوف شو الإمكانيات وشو التكنولوجيات اللي هم يقدرون يقدمونها لنا حتى تساعدنا في تحقيق أهدافنا. فمن نقاشاتنا نحن مع موردي السيارات الكهربائية كان في شكوى من جميع السيارات أن البنى التحتية للشواحن الكهربائية فيها نواقص، وبعد النقاش مع شريكنا الاستراتيجي شركة الاتحاد الماء والكهرباء وكوننا نحن وزارة الطاقة والبنية التحتية وعندنا نحن عدد كبير من المباني الحكومية تابعة للوزارة زائد الشوارع والهايويات الفيدرالية، شفنا أن هاي فرصة جيدة نحقق فيه أهداف وطموحات القيادة والكي بي آيز المستهدفات اللي عندنا في استراتيجياتنا بالشراكة مع شركة الاتحاد الماء والكهرباء. ولهذا السبب أطلقنا هاي الشركة اليوم شركة الإمارات للشواحن الكهربائية، شركة حكومية 100%. الهدف منها توسيع نطاق البنية التحتية للشواحن الكهربائية داخل دولة الإمارات في الإمارات السبع.